السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في التمبليت بتاع الريفت بنلاقي ميكانيكال ديفولت متريك وميكانيكال ديفولت جي بي ار اي ان يو، وهتلاقي برضو ميكانيكال وميكانيكال جي بي ار اي ان يو. اي جي بي ار ان يو ديت اللي هي جريت بريتن متريك سيستم، دي اللي هي مستخدم في اللي هو النظام البريطاني المتري اللي مستخدم في المملكة المتحدة. طب ايه الفرق بين الاتنين؟ انا عندي هنا ميكانيكال ديفولت جي بي ار اي ان يو، ده بيعد تعديل محسن للمشاريع اللي بتستخدم نظام قياس الوحدات البريطانية المتري، بحيث ان وحدة الطول في القدم وحدة القوة في الباوند، يعني معدلين في الوحدات الافتراضية. الميكانيكال ديفولت هو ده الافتراضي اللي هو بيستخدم نظام قياس النظام الدولي اللي هو الاس اي، وحدة طول في المتر ووحدة القوة في النيوتن، وده بيشمل الاعدادات معاملات المواد والمعايير الميكانيكيه المعتاده اللي بتستخدم فيه العديد من المشاريع الهندسيه. يعني الفرق بس في اليونت، انما بقيت كل حاجه زي ما هي. في النظام البريطاني المتري بيستخدم القدم فوت كوحده للطول، الباوند وكوحده للقوه، ده مختلف عن النظام الدولي اللي هو بيستخدم الامتار والنيوتن كوحدات القياس المعتاده للطول والقوه على التوالي، فحسب ما انت عايز. لكن كله زي بعض، مفيش غير الاختلاف البسيط دوت.